ساروا على نهجهم واتبعوا هداهم وهديهم إلى يوم الدين، وعلينا فأكرمنا معهم يا رب العالمين. الترف بلية مرت على الإنسان عبر العصور، كان كثير من الناس ولا يزالون مترفين منعمين بعيدين عن تقدير نعمة الله تعالى وإعطائها حقها. لذا ما ورد ذكر الترف والمترفين في القرآن إلا بذكر الذم والعذاب الملحق بهم. ولعل قائلا يقول: نحن في حال ما عاد الترف موجودا بيننا، فقد صار من كان منعما فيما كان قبل صار إنسانا مهيض الجناح مكسور الخاطر وما إلى ذلك. وهذا وإن كان له وجه حق، ولكنه من أوجه كثيرة ليس بصحيح. لا يزال كثير من أبناء المسلمين على ما اعتادوا عليه من ترف من هذا الخلق والعمل المذموم حسب ما كانوا سابقا، ولا زالوا مستمرين إلى الآن على نفس المنهاج الذي كانوا عليه فيما سبق. والترف يا أيها الأحبة سبب لهلاك الأمم. لما ذكر الله تعالى في سورة الإسراء شأن المترفين قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بعض الناس قد يتوقف في فهم هذه الآية ولا يدري معناها، أو قد يفهمها على وجه غير المقصود منه، فيدمج كل الكلمات مع بعضها ويفسر حسب ما يخطر بباله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الذي يفهم الفهم الخاطئ يدور في خلده أن الله تعالى أمر المترفين يعني بالترف لذلك فسقوا فيها، فيقول: كيف يأمر الله تعالى الناس بالترف وينهاهم عنه في آن واحد؟ فهذا لا يلتئم، فكأن ظاهر القرآن فيه تعارض، وهذا فهم سقيم لا يليق بإنسان يتعلم القرآن ويفهمه حق الفهم. الله تعالى يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي بطاعتنا، أمرنا مترفيها بطاعتنا بطاعة الله، فلم يأتمروا ولم يطبقوا هذا التوجيه الإلهي، لذا فسقوا فيها فحق عليها القول بالعذاب هذه القرية فدمرناها تدميرا. قال: أين هذه الكلمات وهي أمرناهم بطاعتنا فلم يأتمروا؟ هذا من المقدر في كلام العرب، وكثير من كلام العرب في منهاجهم وخطابهم وأسلوبهم كلام مقدر يفهمه المخاطب أثناء الكلام، الكلام تحته كلام، وهذا أسلوب مستعمل حتى في لهجاتنا العامية. قد نقول كلمة ونريد بها شيئا آخر، أو يفهم منها معاني أخرى بحسب الأسلوب الذي نسوقه به هذه الكلمة. وكذا رب العزة لما استعمل كلام العرب في بيانه الكريم قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بطاعتنا فما أطاعونا ولم يأتمروا بأمرنا، وإنما فسقوا في هذه القرية بسبب ترفهم فحق عليها القول أي بالعذاب، الوعد بالعذاب، فدمرناها تدميرا. أحد أهم أسباب نزول العذاب على الناس والبلاء الذي يحيق بهم هو هذا الترف.
أقول جوابا لمن يخطر في باله ما عدا هذا الترف موجودا. كثير منا وكلنا يرى ويسمع إلى الآن لا يأكل من أصناف الطعام إلا أجودها، وإن قلت له الطعام من كذا يقول لا لا أكل، هذا لا أرضى به، لماذا يأكل من هذا الطعام؟ اللحم من النوع الأدنى، أنا لا أكل من هذا اللحم. وإذا لم يصفه بصفات والعياذ بالله فيها استقذار وانتقاص لنعمة الله تعالى، إذا ما قال باللهجة العامية تفيد فيه ما بتاكل، إذا لم يقل هذا أنا لا أكل من هذا. إذا جئته إلى الملبوس تراه لا يلبس إلا أفخر الملابس، وإذا قلت إلبس من اللباس المتوسط المقبول يقول لا أنا لا يليق بي وأنا أبو فلان أن ألبس اللباس العادي، لا ألبس إلا أفخر الملابس التي ثمنها يعادل أضعاف أثمان الملابس المعتادة، لا ألبس إلا أفخر أنواع الأحذية التي ثمنها يعادل أضعاف ثمن الأحذية الأخرى، لا أشتري إلا أرفه السيارات وأحسنها، ولا أسكن إلا أحسن البيوت، ولا أقبل ببيت إلا أن يكون داخله مزخرفا في حيطانه وجدرانه. قد يقول قائل لعل البعض ترك هذا، نعم، ولكن أتراه هذا البعض ترك هذا في أبنائه وزوجته؟ قال ما معنى ذلك؟ انظروا في أسواقنا لتجدوا الجواب. لتجدوا أسواقنا عند أصحاب المطاعم والملابس وما إلى ذلك مملوءة عن آخرها من أول الصباح إلى آخر المساء. ولو استقصيت حال كثير من هؤلاء لوجدت بعضهم يعيش على مساعدة أقربائه وجيرانه له، ثم لا يرضى أن يأكل مما يسره الله فيقول لا لماذا غيري يأكل الأرفة؟ أنا لا أكل إلا أفخر الأنواع، وفي المطعم وعند بائعي أقول إذا تركنا ذلك بالنسبة لأنفسنا فلننظر إلى أبنائنا وبناتنا. من أين يأتي هؤلاء الشباب والشابات الذين يأكلون أقل نوع من أنواع الأطعمة التي تباع في المحلات المعروفة تساوي المئات؟ أعود فأقول قد يكون هذا الذي ظاهره الترف إنما يأكل من صدقات الناس، وكثير ما يكون هذا. أما الذي كما قلنا أبناؤه لا يرضون فهذا أكثر وأكثر، أنا أبي معهما لماذا لا أنفق؟ والأب يقول فلأنفق عليه، أنفق عليه يا أخي ولكن في حدود الاعتدال رحمك الله، في حدود الاعتدال. كما أشرنا هذا ليس توجيها من عندي نفسي، هذا توجيه الله تعالى لنا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذا بسط الإنسان يده كل البسط يعني وصل إلى مرحلة التنعم والترفه الزائد الذي ذمه الله تعالى لا بد أن يستحق العقوبة، حتى وإن كان جنى هذا المال من حل. أقول هذا لأن بعض الناس يسوي لهم شيطانهم أو نفسهم أن يقول يا أخي أنا ما سرقت المال، أدري أنك لم تسرق، هل يشترط أن لا تسرقه حتى تنفقه هكذا إسرافا وترفها زائدا عن الحد؟ هل يشترط أن يكون مسروقا حتى تنفقه في الحرام أو في المباح الزائد عن الحد المعتدل؟ لا، قد تكون أخذته من مصدر حلال ولكن أين تضعه؟ انظر رحمك الله تعالى. كل إنسان تشتهي نفسه بعض الأطعمة، بعض الألبسة، بعض المركوبات، بعض المساكن مما يكون فيه شيء طيب، ولكن ألا أقبل إلا أرفع الأشياء وأحسن الأصناف من كل شيء، فهذه المصيبة، وهذه التي تجر على صاحبها أن يصل إلى معصية الله شاء أبا. إذا اعتاد على ذلك ثم استطاع أن يقصر نفسه ويوقفها عند حدها فأنى له بزوجته وأولاده أن يوقفهم عند حد معين لا يتجاوزونه في الإنفاق
والصرف. وإذا قدر الله تعالى عليه في يوم من الأيام أن ابتلاه بابتلاء فقل عنده المال، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. بعض الإخوة يستدل بهذه الآية وبالآية الأخرى فيقول وأما بنعمة ربك فحدث. هل هذا هو المفهوم؟ تأكل أفخر أنواع اللحوم، تلبس أفخر أنواع الملابس، هذه بنعمة ربك فحدث؟ هل هذه النعمة هي التي حدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخطاب في الأصل موجه له، وأما بنعمة ربك فحدث لسيدنا رسول الله، ثم نتبعه نحن من باب التبعية في الأصل. ما هي النعمة التي امتنها الله تعالى على رسوله؟ قال ووجدك ضالا فهدى. هذه النعمة التي حدث بها ولا حرج، وارفع صوتك وبين للناس جميعا أنك كنت لا تدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ثم إن الله تعالى بين لك الكتاب والإيمان فصرت ذروة خلقه وإمام البشر من عباده في تقواه وطاعته. فهذه النعمة هي التي يتحدث عنها، نعمة الهداية والفضل والإحسان، ولعل في ذيل القائمة نعمة المال. فأما هذا الفهم السقيم الذي أشرت إليه بنعمة ربك فحدث، فتراه يتبختر ويستكبر ويستذل كثيرا من الفقراء بهذه المظاهر التي تكسر خاطرهم حينما يرون من كثرة الإنفاق. كل يوم يأتي بأفخر الأطعمة ويدخل إلى البيت، وجاره وقريبه وصاحبه والذي يراه في الشارع ينظر أن له بربع بعشر هذا الذي ينفقه هذا الرجل، ما عنده، وفي كل يوم يزيد ويزيد ويزيد، ويأتي بهذه الآية حجة عجبا له. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، كما قلنا يقولها في بعض الأحيان لا من باب الشكر وإنما من باب الفهم السقيم. وأما بنعمة ربك فحدث، أكثر من الإنفاق، هذا هو التحدث بالنعمة في صرف الأموال، وهذا فهم سقيم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان، ليش ما عندي مصاري، أنا أشوف فلان، انظر إلى فلان، هذا ينفق وهذا يصرف وهذا يفعل وهذا يأكل وهذا وهذا وهذا، لماذا؟ ما الذي فعلته لله تعالى حتى قصر علي نعمه في المال فلم يؤتني حظا من المال؟ هذه هي النفس الأمارة، تأتي إلى صاحبها فتذكره بذلك كي تجعله متذكرا لنعمة الله عز وجل. فإذا ابتليت يا أيها الأخ الذي اعتدت الترف، إذا ابتليت في حالة من الأحوال بمثل هذه المصيبة فقل المال بين يديك، فما أنت صانع لنفسك؟ ومن ثم ماذا تصنع وزوجتك وأولادك الذين عودتهم على هذا المستوى من الحياة والإنفاق؟ ماذا هم صانعون؟ كثيرا منهم يقولون اسرق وأنفق علينا كما كنت، خذ الرشوة وأنفق علينا كما كنت، افعل ما تريد، المهم اصرف علينا، بدنا نفس المستوى الحياة، معتادين ما بدنا ننقص عنا. ماذا تفعل إذا وصلت إلى هذه الحالة؟ تزل أقدام كثير من الناس فينحدرون إلى معصية الله وإلى غضب الله والوقوع فيما حرمه حتى يبقى على نفس المستوى من الرفاهية في طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه ومركوبه، ولا ينتقص له ولا أولاده من هذه الحال التي اعتادها. هل هذا يعني الذي أسوقه أن أعيش بثوب ممزق ولا أكل إلا أردأ الطعام ويكون حذائي مرقوعا 10 رقع؟ لا أعني هذا، وإنما كما أشرت منذ البداية، كما علمنا ربنا، لا يكونن الإنسان في أقصى حالات الترفه ولا في درجة من البخل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط،
من أين يأتي كثير من الأبناء الذين آباؤهم دخلهم محدود بجوال؟ بعض الإخوة منذ مدة لما قلت له جوال يساوي 50,000 ضحك مني، والحقيقة حق له أن يضحك، أنا لا خبرة لي في هذا. قال أي جوال تتكلم عن هذا الذي بخمسين؟ صار بخمسمائة، بخمسمائة ألف. فقلت والله حق بيدك، أنت أعلم مني بهذا حقيقة. خمسمائة ألف، خمسمائة ألف ليرة ثمن جوال يحمله ليلعب به الولد أو البنت، يلعب أقول، ومعظم من يحمله من الشباب يلعب، وهذا واقعنا شئنا أم أبينا، ويكذب من يقول غير هذا. كل هذا المال يوضع في يد هذا الإنسان لما؟ وأعود فأقول أن له إذا ضاق الأمر على أبيه أو أمه أن يعود فيستشعر أن البلاء قد حل به فيرضى بما قدر الله عليه. أن له ذلك، أن له أن يصبح أقوى من شيطانه ونفسه فيرد عليها وساوس الأمر بالشر، بحيث إذا أمرته أن ينحرف عن طاعة الله ليأخذ المال من غير حل، ويأمر أهله أن ينفقوا عليه ولو من غير حل، أن له أن يكبح جماع نفسه عن هذا. من أين لا يستطيع الإنسان؟ والنفس كالطفل كما قال القائل قديما، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. يا أيها الأحبة، والله كثير منا من أبناء المسلمين، لا أعني من مسجدنا أو من غيره، من أبناء المسلمين عموما لا يزال يلقي كثيرا من الأطعمة في المزابل. كثير منهم تراه كل يوم، حدثني بعض الإخوة لعله حاضر، يقول لي كل يوم وأنا آتي إلى صلاة الفجر أجد أحذية أحيانا مركومة بطرف مكان الأوساخ. من أين تأتي؟ وهي أحذية مقبولة، ما حدا صاحبها يلبسها ولا صاحبتها تلبسها، خلص صلوا عندي 6 شهور بلتبس بعدين؟ لا يلبس هذا، لا يلبس، لا يلبس. من أين لنا ونحن اعتاد كثير منا على مستوى من الترف أن نستشعر نعم الله تعالى علينا، ومن ثم أن نصبر على قضائه وقدره فيما ابتلينا به من هذه الحال؟ لذا رأيت كثيرا من الناس طاش صوابهم وضاع دينهم وانفلت عقد إيمانهم مما أصابهم، لأنهم اعتادوا على حال وما وطنوا أنفسهم أن إذا تغير الحال أن يكونوا راضين بما قسم الله تعالى. قلت لكم في أول الأمر إن الآيات التي ذكرت شأن الترف في القرآن كلها تذم هذا الشأن، وقد سقت آية واحدة منها في سورة الإسراء، وهناك بضع آيات أخر كل واحدة فيها ذم هذا الخلق، لن أعرض لها الآن، سأعرض لها بمزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى يوم غد، آملا من الله تعالى أن يرزقنا الائتمار بأمره والوقوف عند حدوده. الحمد لله رب العالمين.